بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير. فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فإن التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله، هذا توحيد الربوبية، أن ترى كل ما يجري وكل ما المخلوقات كلها من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها وهو الذي رزقها وهو الذي يدبرها، كذلك ما في السماوات والأرض من المخلوقات كلها من صنع الله جل وعلا وإيجاده وتدبيره، ولم يشاركه في ذلك أحد، ولهذا تحدى الله المشركين الذين يعبدون آلهة غير الله أن يثبتوا أن هذه الآلهة خلقت شيئا أو ملكت شيئا في السماء والأرض. فالله سبحانه وتعالى يقول: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أروني ماذا خلقوا من الأرض. تحدى، ما أجابوا وقالوا خلقت كذا وخلقت كذا، السماوات خلقت السماوات أو بعضها أو النجوم أو ما أجابوا عن شيء من ذلك، ما أجابوا، فدل على أن هذه المخلوقات كلها من الله سبحانه وتعالى. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، البحار والجبال والأشجار والأحجار، هذه الآلهة أين خلقها؟ ما أجابوا عن شيء من ذلك، وادعوا أن الصنم الفلاني أو أن الولي الفلاني أو حتى الملائكة أو حتى الأنبياء والأولياء أنهم خلقوا شيء من هذه المخلوقات. الله جل وعلا أقام البرهان على وحدانيته في هذا، نعم. وأما الأسباب نريد بها الأسباب التي يتخذها المشركون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الوسائط وأسباب تشفع لنا عند الله، هذا باطل، هذا باطل أبطله الله سبحانه وتعالى. أما الأسباب التي جعلها الله أسبابا كالحركة لطلب الرزق وطلب العلم وجميع الأسباب التي يعملها الناس يريدون من ورائها
حصول مقالبهم المباحة، فهذه حقيقة، أسباب موجودة لكن لا يعتمد عليها في تحصيل النتائج، بل تتوكل على الله، تعمل الأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذه موجودة. أما الأسباب التي تشارك الله أو تشفع عنده أو تتوسط عنده في حصول المطلوب فهذه لا حقيقة لها، ليست موجودة، فإن الله ليس بينه وبين خلقه وسائر، ليس بينه وبين خلقه وسائر يتوسطون عنده في أمور عباده. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم وسائط في تبليغ الوحي، فالواسطة بين الله وبين خلقه نريد بها الرسل الذين يبلغون رسالات الله، وهذه موجودة، ومن أنكرها كفر. وأما الوسائط التي تحصل المطالب من الله لمن يوثقهم ويستشفع بهم ويتوسل بهم هذه باطلة، ومن أثبتها فهو كاذب. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هناك واسطة بين الله وبين خلقه من أنكرها كفر، وهناك واسطة بين الله وبين خلقه من أثبتها كفر. وله رسالة في هذا، الواسطة بين الحق والخلق على هذا التفصيل. نعم. فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط. نعم، الوسائط والوسائل التي يتخذها المشركون أنها تؤثر عند الله في حصول مطالب عباده، هذه من أثبتها كفر، أن الله ليس بينه وبين عباده وسائط من هذا النوع. نعم. فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. هذا يبين مراد الوسائط، أنها يقولون إن الوسائط أنها تسبب لنا حصول الخير وتدفع عنا الشر، هذه الوسائط التي تنكر. نعم. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه. نعم، فمن شعر بهذا أنه أن الخير والشر والنفع والضر من الله لا دخل لأحد فيه، فهذا توكل، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن كل الأمور بيده لا يشاركه في ذلك أحد. ولهذا جاء في الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بما يسخط الله، أن ترضي الناس بما يسخط الله سبحانه وتعالى، وأن تلومهم وأن تمدحهم على ما أعطاك الله وأن تلومهم على ما لم يعطك الله، هذا من ضعف اليقين، المخلوق ليس بيده شيء، فإذا أعطاك الله شيئا فهو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فأعتقد هذا أن جميع الأمور كلها من الله، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وإذا فاتك شيء فلا تلوم الناس، اعلم أن الله لم يقدره لك، اعلم أن الله لم يقدره لك،
ولا تلوم فلان وعلان، هو اللي منع، هو اللي حسدني، هو اللي قال، هو اللي منع عني. ما هو بفلان، لأن ما يقدر يمنع شيئا قدره الله لك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ولهذا في الدعاء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا هو التوحيد. نعم. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه. نعم، أن تحمدهم بما أعطاك الله، وأن تذمهم فيما لم يعطك الله، هذا من ضعف اليقين بالله عز وجل. نعم. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى، والعبادة والتأله من عباده له سبحانه. نعم، هذا معنى قول العلماء توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله سبحانه، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الخلق. توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه من الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والصلاة والزكاة وغير ذلك من الأعمال. التوحيد هو إفراد الله، توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه. نعم. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى، والعبادة والتأله من عباده له سبحانه. نعم. كما أن الرحمة هي الوسيلة بينهم وبينه سبحانه. نعم، الرحمة من الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفاته الرحمة لك لنفسه. والرحمة أنواع، نوع عام لجميع المخلوقات، الآدميين والبهائم وكل المخلوقات رحمة عامة، حتى الكفار تنالهم هذه الرحمة العامة. والنوع الثاني رحمة خاصة للمؤمنين، كان للمؤمنين رحيما، وهناك أنواع للرحمة كثيرة تبلغ 100 رحمة، منها رحمة يتراحم بها العباد بعضهم مع بعض، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولدها رحمة به، من رحمة الله سبحانه وتعالى. بهيمة تحنو على ولدها وتدافع عنه وتغذيه، هذه رحمة من رحمة الله عز وجل، جعلها الله في هذه البهائم أو هذه الطيور أو هذه المخلوقات. نعم. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. نعم، التوحيد هو أول الواجبات، وهو أعظم الأعمال، وهو الأساس الذي تبنى عليه بقية الأعمال. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. فالتوحيد هو أعظم الواجبات وأول الواجبات وأول ما يطلب من الإنسان، ما أول ما يطلب من الإنسان شهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا نطق بهما فإنه يطالب ببقية الأعمال من صلاة وزكاة
وغيرها، وما لم ينطق بالشهادتين انه لا يطالب، حتى لو صلى وصام وتصدق ما يقبل منه ولا ينفعه ذلك. نعم. واعلم ان انفس الاعمال واجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير ان التوحيد له قشران. الاول ان تقول بلسانك لا اله الا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي يعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر ايضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. التوحيد ذكر هنا أنه على ثلاث درجات. درجة الأولى درجة العامة، درجة العامة وهو النطق بلا إله إلا الله، فإذا نطق بها العبد صار موحدا ودخل في الإسلام، ثم إن حققها بالأعمال الصالحة صار موحدا ظاهرا وباطنا، إذا قالها معتقدا لها بقلبه وصدقها بالأعمال والطاعات فهو موحد ظاهرا وباطنا، وإن قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه فهو منافق. المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويتظاهرون بالإسلام، فهم مسلمون في الظاهر لكنهم كفار في الباطن، أنهم لا يعتقدون معناه ولا يعملون بمقتضاه، وإنما يقولونها لأجل أن يتستروا بها وتسلم دماؤهم أموالهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، حسابهم على الله إن كانوا صادقين معتقدين لها في قلوبهم فهم موحدون ظاهرا وباطنا، وإن كانوا يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدونها في قلوبهم فهم منافقون، موحدون ظاهرا دون الباطن، ونحن ما لنا إلا الظاهر، نحن نحكم على الظاهر ولا نحكم على ما في القلوب، لأنه لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. توحيد، غير أن التوحيد له قشران. الأول قشران تثنية قشر، وهو ما يكون على الفواكه ونحوها من القشر الظاهر والغلاف، الغلاف الظاهر هذا قشر. نعم. هذا كما ذكر أنه يدخل فيه المنافقون. نعم. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي يعتقده النصارى. مناقض التثليث، لأن النصارى لا يقولون لا إله إلا الله، إنما يقولون الله ثالث ثلاثة، ما يقولون الله واحد، إنما يقولون الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله والمسيح وروح القدس، الله والمسيح وروح القدس، هذا اعتقاد النصارى المنحرفين. أما النصارى الذين هم على دين عيسى عليه السلام حقيقة فهم يتبرعون من هذا، وإنما حدث هذا في النصارى بعد عيسى عليه السلام،
في قرون متأخرة لما جاء يهودي يقال له بولس، كان يهوديا ثم تظاهر بالنصرانية ومحبة المسيح بزعمه ليفسد دين المسيح، فأدخل عليهم التثليث، أدخل عليهم هذه العقيدة الباطلة، كما أدخل عليهم تغييرات في دينهم. هذا يهودي تظاهر بالنصرانية ليقلب دين المسيح عليه السلام، فما عليه غالب النصارى اليوم هو هذا الدين الباطل الذي ليس هو دين المسيح عليه السلام. ولذلك لا يجوز أن يقال مسيحيون، بل يقال نصارى كما هو في القرآن. نصارى، النصارى منهم من هو محق ومنهم من هو مبطل، فلا إله إلا الله تبطل عقيدة النصارى، لأنهم يقولون الآلهة ثلاثة، وهذه الكلمة تبطل ما أن يكون هناك إله غير الله جل وعلا. واضح إبطالها للتهليف، وإبطالها أيضا لدين المشركين عموما. نعم. وهو مناقض التثليث الذي يعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. نعم. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. هذا فيه نظر، لأن عامة المسلمين ليس توحيدهم كشرا، لما توحيدهم توحيد صحيح، لكنه توحيد مجمل، توحيد مجمل، فهم مسلمون حقيقة مؤمنون، لكن لكونهم عواما ولم يتعلموا يكون توحيدهم مجملا. والثالث توحيد أهل العلم وأهل البصيرة، وهو توحيد مفصل. التوحيد درجات، الأولى توحيد المنافقين وهذا باللسان فقط، توحيد عامة الناس وهذا باللسان والقلب لكنه مجمل، والثالث توحيد مفصل وهذا توحيد الخواص من الأمة من أهل العلم. نعم. ولباب التوحيد أن يرى الأمور هذا الثالث، هذا القسم الثالث مقابل القشر، اللباب مقابل القشر، ولكن كما ذكرت لكم هذا التقسيم فيه نظر. نعم. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى ثم يقطع الالتفات. بعض المعلقين يقول أن هذا الكلام نقله من الغزالي في إحياء علوم الدين، هذا الكلام وهذا التقسيم نقله المؤلف من إحياء علوم الدين للغزالي، والغزالي عنده وعنده عنده وعنده. نعم. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبدوه سبحانه عبادة يفرد بها ولا يعبد غيره. ولباب التوحيد، نعم، يعني التوحيد، توحيد العلماء وأهل العلم والبصيرة. نعم. توحيد المفصل. نعم. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبد الوسائط الباطلة، الوسائط الباطلة. نعم. وأن يعبدوه سبحانه عبادة يفرد بها ولا يعبد غيره. هذا توحيد الألوهية، أن يعبدوه عبادة يفرد الله بها ولا يعبد معه غيره، هذا هو التوحيد الحقيقي. نعم. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه
فقد اتخذ هواه يخرج عن هذا نعم ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. نعم من تبع هواه فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى فقد عبد هواه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. رأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علمه ختم على قلبه وسمعه ختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وفي الحديث الذي ذكره النووي في الأربعين لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالذي يأخذ من الشرع ما يوافق هواه ورغبته ويترك ما يخالف هواه ورغبته هذا اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله. وهذا يقع فيه خصوصا في هذا الزمان يأخذون ما يوافق أهواءهم ويرضيهم وما يخالف أهواءهم ورغباتهم يرفضونه ويتركونه. نعم فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. نعم عباد الأصنام يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تدبر من الأمر شيء وإنما يقولون هذه وسائط بيننا وبين الله لقضاء حوائجنا وإلا نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون. وهذه الأصنام لا يعبدونها لذاتها وإنما يعبدونها على أنها ترمز لمن يعبدونهم من الملائكة أو من الأنبياء أو من الرسل يجعلون أصناما تمثل هذه المعبودات وترمز إليها كما اتخذ قوم نوح صور الصالحين ترمز إلى الصالحين عبدوهم من دون الله عز وجل بحجة أنهم يشفعون لهم عند الله. وهذا الدافع على هذا الهوى دافع على أنه يعبد الصنم هو هواه اتبع هواه. يقال له لا تعبد إلا الله لكن هواه لا يطيع ويريد أن يعبد مع الله غيره فيتبع هواه. فالمشركون اتبعوا أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل المشركين يتبعون أهواءهم ما اتبعوا كتابا أو سنة أو دليلا إنما اتبعوا ما تهواه أنفسهم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس. وكل المشركين يتبعون أهواءهم نعم لأنهم ليس لهم دليل ولا برهان على ما عبدوا من دون الله. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به البراهين والأدلة على التوحيد. وأما الشرك فليس عليه برهان ليس عليه دليل بل هو اتباع للهوى وتقليد للآباء والأجداد فقط ما عندهم أي دليل أو أنهم يعتمدون على حكايات على حكايات أو يعتمدون على منامات ومرائي أو يعتمدون
على ترهات ما أنزل الله بها من سلطان، يعتمدون النهاية يقولون هذا ما عليه آباؤنا، إذا أغرقوا في طلب الدليل والبرهان وهم لا يجدون شيء، قالوا هذا وجدنا عليه آباؤنا. هذا آخر ما يقولون، وهذه حجج هذه. فالذين يعبدون غير الله إما أن يعتمدوا على كذب وحكايات مكذوبة ملصقة، وإما أن يعتمدوا على مرائي رؤي فلان في المنام وأنه فعل كذا وأعطى كذا، مرائي شيطانية، وإما أنهم يعتمدون على أحاديث مكذوبة، يجيبون أحاديث مكذوبة ويحتجون بها ويرفضون الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم عند الأئمة، يرفضون ويبحثون عن الأحاديث المكذوبة ويحتجون بها، ولذلك تجد كتبهم مشحونة بمثل هذه الأمور. في النهاية آخر المطاف كما يقولون هذا ما وجدنا عليه آباءنا. نعم. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها باتباع الهوى. نعم. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها باتباع الهوى. نعم. كل اللي يحتج بالمألوفات وما وجد عليه آباءه فهو احتجاج بالهوى، احتجاج بالهوى. وكل المشركين تبعوا أهواءهم لأنهم لم يعتمدوا على دليل ولا على برهان، لا عقلي ولا سمعي ولا شرعي. نعم. ويخرج عن هذا التوحيد السخط عن الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه؟ كما سبق، هذا كما سبق، أنك لا تسخط على الخلق فيما لم يعطك الله، ولا تمدحهم فيما أعطاك الله، هذا هو التوحيد. نعم. وهذا التوحيد مقام الصديقين. نعم. التوحيد الخاصة كما يقول الشيخ، وهو توحيد تفصيلي، لأن العلماء يدركون ما لا يدركه العوام. نعم. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. عرفنا أن التوحيد قسمان، توحيد الربوبية وهذا فطري، هذا فطري في النفوس، لم ينكره أحد، لم ينكره أحد لأنه فطري. حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترفون بتوحيد الربوبية ويقولون هذه التي الأصنام التي نعبدها شفعاء لنا عند الله، لا أنها تعطينا من دون الله وأنها تخلق أو ترزق. ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعترفون بهذا. إذن تقولون الله، لماذا لا تعبدون الله وحده؟ تناقض هذا. فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعترفون بهذا، لكنهم أبوا أن يفردوا الله بالعبادة، بل عبدوا معه غيره، وهذا محط الاختلاف بينهم وبين الأنبياء. أما توحيد الربوبية فلم يخالفوا فيه، لكنه لا يكفي ولا يدخل في الإسلام،
لا يكفي ولا يدخل في الإسلام حتى يضاف إليه توحيد الألوهية. والخصام بين الرسل والأمم ليس في توحيد الربوبية، لأنهم معترفون به، إنما الخصام هو في توحيد الألوهية. الرسل يطلبون منهم أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة ما سواه، وهم يأبون ذلك، يأبون ذلك. قد يقول قائل إن فرعون أنكر توحيد الربوبية، يقول ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. فالجواب عن ذلك أن فرعون يتظاهر بإنكاره، وإلا فهو مقر به في الباطن، مقر به ومعترف به في الباطن، لأن العقول والفطر تهدي إليه، فهو إنما تظاهر بذلك لأجل بقاء ملكه وأباته ومطامعه. ولهذا قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهو تظاهر بإنكار الربوبية، ولكنه بالباطن معترف بها. ولهذا يقول جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا اللي حملهم، الظلم والعلو. ويقول جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعتقدون أنه رسول الله في قلوبهم، لكنهم ينكرون هذا في ظاهرهم ويجحدونه لأغراض لهم، حمية على دينهم ودين آبائهم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا واضح في القرآن تمام الوضوح، أن توحيد الربوبية لم ينكره أحد، أقر به المشركون كما ذكر الله عنهم في القرآن، وإنما الإنكار والخصومة في توحيد الألوهية. الرسل تطلب منهم أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهم يقولون لا، نعبد الله ونعبد معه غيره ولا نترك آلهتكم. انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، تواصلوا بهذا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لا تطيعوا نوحا عليه السلام في عبادة الله وحده، تتركوا آلهتكم، لا تذرن آلهتكم. فهذه الخصومة بين الرسل وبين أممهم في توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو الذي خلق الله الخلق من أجله، ولهذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، هذا توحيد الألوهية. نعم. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه ذلك. ومع هذا عقائد المتكلمين والمناطق الآن هي كلها على توحيد الربوبية، منصبة على توحيد الربوبية، والرد على الزنادقة يقولون والملاحدة. يعني الربوبية ما أنكرها أحد، ولا يكفي، عقائدهم مبنية على هذا. اقرأوا في كتبهم وعقائدهم تجدونهم يركزون على توحيد الربوبية والرد على الملاحدة. هذا ما يكفي، حتى لو حققه ما كفى ولا أدخله في الإسلام، حتى يأتي بتوحيد الألوهية. نعم. فهذه عقائد ما تخرج عن دين المشركين،
بل المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، فهم أتعبوا أنفسهم فيما لا طائل تحته. نعم. بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله. هذا ما مذكور في القرآن، سورة يونس وغيرها، سورة الزخرف وغيرها منه، إن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية. نعم. إنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة. إنما أنكروا توحيد الإلهية، هذا هو، وعاندوا وأصروا على آلهتهم وشركهم، ولذلك حلت دماؤهم وأموالهم ووجب جهادهم. نعم. إنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قال تعالى، داخل الإلهية، الإلهية معناها المحبة. نعم. كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما الموحدون أحبوا الله وحده فقط، لم يحبوا معه غيره، محبة عبادة وذل وخضوع. المشركون يحبون الله ويحبون معه غيره، ولذلك قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد من المشركين حبا لله، لأن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره، فلم يخلصوا له في المحبة. أما أهل التوحيد والمسلمون فأفردوا الله للمحبة، محبة العبادة. الذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالمشركون يحبون أصنامهم، ما عبدوها إلا لأنهم يحبونها محبة العبادة، ويقاتلون دونها أيضا، يقاتلون دونها أنهم يحبونها، ابتلوا بمحبة الأصنام كما ابتلي بنو إسرائيل بمحبة العجل، واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وابتلوا بمحبة العجل وعبدوه من دون الله عز وجل، هذه فتنة والعياذ بالله. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين. لما سووا غير الله بالله في هذا التوحيد، توحيد المحبة والعبادة، صاروا مشركين، ولم يكونوا مشركين في توحيد الربوبية أبدا، ما هم موحدون في توحيد الربوبية، ليسوا مشركين، إنما شركهم في توحيد الألوهية، ينبغي يعرف هذا. نعم. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال تعالى في هذا التوحيد، توحيد الألوهية. نعم. كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، هذا توحيد الربوبية، وهم يعترفون بهذا، لكنهم يعدلون بالله غيره في الألوهية فيعبدون معه غيره. نعم. وقال تعالى: بل هم قوم يعدلون. يعدلون، يعدلون الله بغيره، بمعنى أنهم يسوون بين الله وبين غيره في العبادة، في العبادة. نعم. ولذلك يذبحون لمعبوداتهم وينذرون لها ويركعون ويسجدون لها ويتقربون إليها بأنواع العبادة،
سواء كانت هذه المعبودات أصناما أو كانت هذه أشجارا أو أحجارا أو أضرحة وقبورا، كلها سواء، كلها سواء. نعم. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه مباينة يعني مخالفة، المباينة معناها المخالفة، وأن توحيد الألوهية مخالف للشرك ومباين له، لا يجتمعان أبدا، لا يجتمع توحيد ألوهية وشرك. الربوبية نعم قد يحصل، الربوبية قد يحصل فيها نوع من الجمع بين توحيد الربوبية والشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما توحيد الربوبية فلا، توحيد الألوهية فلا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، توحيد والشرك. نعم. وقد علم الله سبحانه عباده كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه حقيق بإفراده تعالى وليا وحكما وربا. نعم، أنه سبحانه حقيق يعني مستحق بإفراده إلها وربا وحكما، إلها يعني معبودا، وربا يعني خالقا ورازقا، وحكما يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه بشرعه وأمره سبحانه وتعالى. نعم. وأنه حقيق بإفراده تعالى وليا وحكما وربا، فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، وقال: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. أغير الله يتخذ وليا، توحيد الألوهية. أغير الله أبغي، أفغير الله أبغي ربا، توحيد الربوبية. حكما هذا في الحكم في الخلاف وحل النزاعات، إنما يكون بالشرع لا بالقانون ولا بالعادات القبلية. نعم. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله سبحانه، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. عدل به غيره يعني سوى، عدل معناه سوى، والذين كفروا بربهم يعدلون. ويقول أهل النار يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقولون لمن عبدوهم معهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني في الدنيا، إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو العدل، يعني التسوية بين الخالق والمخلوق. نعم. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. ولو وحد ربوبيته، توحيد الربوبية ما يكفي، وإلا يكون كفار قريش موحدين لو كان يكفي، لكنه الرسول صلى الله عليه وسلم طالبهم بتوحيد الألوهية، واحتج عليهم، احتج عليهم بتوحيد الربوبية. نعم. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، لم ينكره أحد، لم ينكره أحد، الكفار والمشركون وكلهم يعترفون به. نعم. وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. هذا هو اللي حصل فيه الاختلاف والافتراق، توحيد الألوهية. فالرسل يأمرون بتوحيد الألوهية: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المشركون يقولون: لا، لا نترك آلهتنا، لا نترك آلهتنا. ولهذا أبوا يقولوا لا إله إلا الله، لأن معناها إبطال آلهتهم، وهم لا يريدون تركها
أبوا يقولوها. لكن القبوريون اليوم يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله، لأنهم لا يميزون هذا من هذا، فصار المشركون الأولون أعرف منهم وأحذق منهم، لذلك امتنعوا من قول لا إله إلا الله، لأن معناها أن يتركوا معبوداتهم. أما هؤلاء يقولونها ويعبدون غير الله، يعبدون الموتى والأضرحة والقبور. نعم، وهم لا يفهمون، لا يفهمون. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فتبا لعبد يكون كفار قريش أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم. وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله. ولو قال كلمة الإسلام لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام التي من قالها دخل في الإسلام، لأنه التزم بترك عبادة غير الله وإفراد الله، والتزم بإفراد الله بالعبادة، هذا مضمون هذه الكلمة، هذا مضمون كلمة لا. ولذلك تسمى لا إله إلا الله كلمة التوحيد، والعروة الوثقى، وكلمة التقوى ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مفتاح دار السلام. ولا إله إلا الله من قالها عند موته دخل الجنة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، ولو قال لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين. نعم، لو قال أنا ما أقول لا إله إلا الله لكن أقول لا رب إلا الله يكفي هذا، أقول ما خرجت عن دين المشركين. المشركون يقولون لا رب إلا الله، لا رب إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود لحق إلا الله، ليس معناها لا رب إلا الله. نعم. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد. نعم، هو المطلوب من العباد. أما توحيد الربوبية فهو موجود في الفطر والعقول، لم ينكرون. نعم. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصله الإله، كما هو قول سيبويه وهو الصحيح. الإله معناه المعبود المحبوب، فالله والإله يقولون مشتق من أله يأله، إلهة وألوهة، فهو مشتق. بينما فريق من أهل اللغة يقول إنه اسم جامد جامد، ولكن الصحيح أنه مشتق من الألوهية وهي المحبة والعبادة. نعم. ولهذا كان أصله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شد منهم. أصحاب سيبويه يعني سيبويه إمام أهل اللغة والنحو. نعم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع المعاني للأسماء الحسنى. ولهذا نقف على ولهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في نسختي يقول المؤلف
الرحمة هي الوصلة بينهم أي العباد وبينه عز وجل، وفي نسخة القارئ الرحمة هي الوسيلة، فأيهما أصح؟ كله صحيح، الوسيلة والوصلة، الوصلة معناها الوسيلة، نعم، لا حرج في ذلك، نعم. لذلك يقول حفظك الله: إن الربوبية منه تعالى والعبادة والتأله من عباده له. يقول هذا في نسخة القارئ، وأما في نسختنا: إن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه، هل هناك فرق بينهما؟ لا، لا فرق بينهما، الربوبية توحيده بأفعاله سبحانه، والألوهية توحيده بأفعال العباد، نعم. ويقولون حفظك الله: هل هناك نسخة معتمدة تنصح بها؟ هذه النسخة التي معكم هذه محققة أو مصححة، نسختان محققتان ومصححتان وعليهما تعليقات مفيدة، نعم، نسخة تحقيق العمران والنسخة الثانية تحقيق واحد من الإخوان من المصريين، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا قال العبد بلسانه لا إله إلا الله وهو ممن ينتسب إلى الإسلام ويعيش في بلاد الإسلام، ولكنه لا يعرف معناها ولا يعرف أنها تعني البراءة مما يعبد من دون الله حيث إنه جاهل بمعناها، فهل يحكم بإسلامه؟ يحكم بإسلامه، يوضح له معناها ويشرح له معناها حتى يعتقده ويعمل به، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز صرف التوكل لغير الله فيما يقدر عليه العباد؟ لا، التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا، هذا حصر، أي لا تتوكلوا على غيره. أما التوكيل وهو التفويض هذا شيء آخر، نعم. يقول فضيلة الشيخ: فرق بين التوكل والتوكيل، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن ما قام به المؤلف من تقسيم التوحيد من قوله إن التوحيد له قشران، لأن هذا التقسيم فيه نظر، هذا التقسيم ما فيه نظر، التقسيم في قوله إن توحيد العامة إنه قشر، ليس قشرا، توحيد العامة صحيح وإن كان مجملا، نعم، فالعامة على حق وعلى دين عامة المسلمين، أجلتكم تفرون العوام الآن، ما هو صحيح، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في كتاب تيسير العزيز الحميد ذكر المؤلف رحمه الله أن التوحيد قسمان: توحيد الطلب والقصد، وتوحيد المعرفة والإثبات، فما معنى ذلك وفقكم؟ هذا هو معناه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية هو المعرفة والإثبات، يسمى التوحيد العلمي، توحيد الألوهية توحيد الطلب والقصد، تطلب من الله وتقصد الله جل وعلا بأعمالك تخلصها له، نعم، فالمعنى واحد وإن اختلفت العبارات، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الملاحدة ألا يعتبرون منكرين لتوحيد الربوبية؟ منكرين في الظاهر، إلا في الباطن ما هنا عاقل ينكر توحيد الربوبية، لأنه يعلم أن ما هنا مخلوق إلا وله خالق أبدا، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون، العاقل ما يمكن أنه يجحد الخالق، لأن كل مخلوق لا بد له من خالق، كل مفعول لا بد له من فاعل، شيء معروف، حتى البهائم تدرك هذا، البهائم تدرك هذا، ولذلك لو ضربها شيء وهي غافلة التفت شهوش منها اللي ضربها، لأن فطرتها تدلها على أن هذه الضربة لها ضارب مؤثر، لا
إلا إنسان مهبول مختل العقل هذا ما يعتبر، لكن العاقل يدرك هذا. نعم. وأن هذا الكون ما وجد بنفسه ولا وجدته الطبيعة كما يقولون، ما له موجد وخالق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن نقول إن إطلاق لفظ التوحيد على ما يعتقده المنافقون إنه إطلاق مجازي؟ توحيد في اللفظ، توحيد في اللفظ لا في الاعتقاد. توحيد المنافقين توحيد في اللفظ والظاهر لا في الاعتقاد. نعم. أما مجازي، مجازي والحقيقة هذا شيء آخر، هذا عند البلاغيين أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والمجاز ينقسم إلى مجاز مرسل وإلى كناية وإلى وإلى إلى آخره، تفاصيل ما لنا فيها سؤال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا البعث بعد الموت. تقول المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا البعث بعد الموت، فهل البعث بعد الموت يدخل في توحيد الربوبية؟ وهل يقال إن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية جملة؟ نعم، أنكروا البعث لأنهم يستبعدون أن العظام الرميم تعود كما كانت، وأن التراب بعد ما يصير الإنسان تراب يعود كما كان، فهذا شك في قدرة الله جل وعلا، تعجيز لله، فهو نقص في توحيد الربوبية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نريد نصيحة في من عنده وساوس خاصة، أن هذه الوساوس تكون في بعض الأحيان في صفات الله سبحانه وتعالى، فما نصيحتكم لذلك؟ نصيحتنا أن يتعلم التوحيد وأن يستعيذ بالله من الشيطان ويترك الوساوس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بمرجئة الفقهاء؟ وهل هم ما المراد بمرجئة الفقهاء؟ وهل هم من أهل السنة؟ نعم، مرجئة الفقهاء هم أهل الكوفة، فقهاء الكوفة أو بعض فقهاء الكوفة، ومنهم الحنفية، ومنهم الحنفية، الحنفية من أهل السنة، لكن في هذه المسألة، في هذه المسألة خالفوا أهل السنة، وإلا هم يقرون بتوحيد الأسماء والصفات، ويثبتون هذا ويثبتون القدر ويثبتون، فهم عقيدتهم عقيدة أهل السنة، لكن في هذه الجزئية خالفوا أهل السنة، فسموهم مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة. نعم، لأن المعتزلة والجهمية ما هم من أهل السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي البتة، فهل يعد مسلما؟ لم يقم بحقها، لم يقم بحق لا إله إلا الله، وأعظم حقوقها الصلاة، ولهذا الصلاة جاءت بعد الشهادتين، جاءت بعد الشهادتين. وما معنى لا إله إلا الله؟ معناها العبودية، وأعظم العبودية الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. قراءة وهي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، إلا على أن الذي لا يصلي لا يقل سبيله، وليس من إخواننا في الدين، الذي لا يصلي يترك الصلاة متعمدا. ولهذا أهل النار إذا سئلوا يوم القيامة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أوضح من هذا شيء؟ أوضح من هذا شيء، لم نكن من المصلين. والله جل وعلا أخبر عن الكفار، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يقيل لهم اركعوا يعني صلوا، عبر عن الصلاة بالركوع لأنه أعظم أركان، لا يركعون. فالذي لا يصلي هذا كافر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا حديث صحيح.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لما حرف اليهود والنصارى ما أنزل الله عليهم من التوراة والإنجيل، فهل يسمون أهل كتاب إلى الآن؟ يسمون أهل الكتاب إلى يوم القيامة، وإن حرفوا يعني حجة عليهم. ولهذا الله جل وعلا يناديهم يقول يا أهل الكتاب، من باب التعيير لهم، كيف أنتم أهل الكتاب وترتكبون هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل اليهود هم وراء انحراف الخلق من النصارى والرافضة؟ نعم، هم شر الخلق في تضليل، ويسعون في الأرض فسادا. الله جل وعلا قال ويسعون في الأرض فسادا، هذه صفتهم، يفسدون الخلق، يفسدونهم في الدين ويفسدونهم في الأخلاق، ينشرون فيهم الرذيلة والزنا ويفسدون عقائد الناس أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ لأنهم يريدون أن لا يبقى إلا اليهود، وأما غيرهم فيفسدون، يريدون أن يفسد أهل الأرض ولا يبقى إلا اليهود بزعمهم على الصلاح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله بإفراده تعالى وليا وحكما وربا، وقول ابن القيم رحمة الله عليه أركان التوحيد أن لا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما، سؤاله هل في ذلك دليل على ما يسمى اليوم بتوحيد الحاكمية؟ الحاكمية داخلة في الإلهية، داخلة في الإلهية، لكن نص عليها لأن فيها الآن من يحكم بالقوانين والأمور هذه، من باب الإنكار لهذا العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من العلماء من أضاف قسما رابعا للتوحيد وهو توحيد المتابعة للرسول، فهل هذا صحيح؟ لا، التوحيد ضده الشرك، وعدم المتابعة للرسول معناها البدعة، وفرق بين البدعة وبين الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يكون من اتخذ إلهه هواه كافرا أو مشركا؟ يكون كافرا أو مشركا إذا أعرض عن الدين واتبع هواه، اتبع هواه نهائيا ولم يمتثل أمر الدين والتوحيد، أشرك بالله وكفر بالله تبعا لهواه، هذا ما. أما إذا اتبع هواه في شهوة من الشهوات عصى الله جل وعلا فهذا كفر دون كفر، شرك دون شرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول اتباع الهوى قد يكون شركا وقد يكون كفرا وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة؟ نعم. يقول ما رأي فضيلتكم في من يقول من أشرك في توحيد الألوهية إنما أشرك فيه بشركه في الربوبية، بمعنى
أنه لم يصرف نوعا من العبادة إلى غير الله إلا لأنه أثبت له نوعا من الربوبية كالنفع والضر، فيكون توحيد الربوبية هو الذي ينبغي العناية به. هذا كلام من عنده، ما هو من كلام أهل العلم ولا أهل البصيرة، هذا كلام مخترع من عنده أبدا، لا قيمة لهذا الكلام. فيمكن أن يقر بتوحيد الربوبية ويخالف بتوحيد الألوهية كله أو بعضه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن توحيد الألوهية هو الذي يدخل في الإسلام، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد، وقلتم حفظكم الله إن دلائل التوحيد ظاهرة وإن الشرك لا دليل عليه، ولكن خرج علينا في بلادنا بعض الدعاة يقولون بأن هؤلاء المشركين عباد القبور إنهم معذورون بجهلهم حتى تقام عليهم الحجة، وهؤلاء يا فضيلة الشيخ القبوريون لا يعترفون أصلا بمن يقيم عليهم الحجة ويتهمونه بأنه وهابي، فما الحكم في هؤلاء؟ الحكم أن الحجة قائمة ولله الحمد، تقام عليهم الحجة. نعم قامت عليهم الحجة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وها هم يقرون برسالة الرسول ويزعمون أنهم يتبعونه، فقامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة، ويقرؤون القرآن ويحفظونه، قامت عليهم الحجة. أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، بلغهم القرآن، فالحجة قائمة عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما يقول المخالفون لأهل السنة إننا نحن أهل السنة نعتمد فقط على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى أئمة الدعوة رحمة الله عليهم جميعا، وإنهم جاءوا بشيء جديد مخالف للسلف، فهل ترشدنا يا فضيلة الشيخ إلى كتب تؤيد ما يقوله شيخ الإسلام وأئمة الدعوة سواء في الاعتقاد أو في غيره؟ هل يقول أنهم خالفوا السلف؟ يجيب لنا شيء خالفوا فيه السلف يحدد لنا، أما أنه يتهمهم بالجزاف كذا فلا يقبل منها، صاحب هوى. إن كان صادقا يحدد لنا ما خالفوا فيه السلف، حدد لنا هذا نشوف، لكن أنى له هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أنا من فرنسا وزوجتي قد ارتدت عن دين الإسلام، ولي منها 3 أطفال فطلقتها 3 وأطفالي قد بقوا معها وتمنعهم من أن يتعلموا دين الإسلام، يقول إذا أخذتهم منها وسافرت بهم إلى بلد إسلامي سوف تلحقني أو تلاحقني الحكومة وربما يصيبني الضرر، سؤاله ما نصيحتكم له في هذه الحال؟ خلص أولادك منها، نصيحتنا أن تتخلص أولادك منها بأي وسيلة، والله يعينك على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يسأل في مسألة الهجرة، هل يجب على المهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ رجل يسأل في مسألة الهجرة. نعم. هل يجب على المهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ألا يرجع إلى بلاده أو إلى بلده الأصلي الكافر، ولو لأجل المحافظة على صلة الرحم أو لأجل العمل أو للعلاج هناك؟ نعم، المهاجر لا يرجع إلى بلد الكفر رجوع إقامة واستقرار بعد إذا انقذه الله منها، ولكنه يرجع لحاجة ويرجع لا بأس بذلك. الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة وكانوا يسافرون إلى مكة لحوائجهم ويرجعون إلى المدينة فلا يستقرون في مكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الممكن أن يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا من الملائكة؟ هل من الممكن شرعا أن يرسل الله ملكا من الملائكة إلى رجل لأجل أمر يخصه، كما أرسل الله ملكا إلى الرجل الذي زار أخا له كان يحبه في الله؟ ما نفرض على الله جل وعلا، ما نقول إلا بالدليل، ولا نقول يمكن هذا أو لا يمكن،
لا نعلم، الله أعلم بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من انتهى إلى مذهب إلحادي يعد كافرا بمجرد الانتماء؟ نعم، من انتمى إلى مذهب كافر فهو كافر، هو كافر. من انتمى إلى الكفر فهو كافر. وش بعد هذا؟ ما بعد هذا شيء. نعم. المسلم يتبرأ من دين المشركين ولا ينتمي إليه أبدا، يتبرأ منه. وش معنى الولاء والبراء إذا؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا ينتمي إلى دين الكفر ولا ينتسب إليه بعد إذ أنقذه الله منه، تبرأ منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت الصلاة والإمام جالس بين السجدتين فكم أكبر تكبيرة لأجلس معه؟ تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم تكبر تكبيرة الانتقال، هذه سنة. تكبيرة الإحرام لا بد منها ولا تصح الصلاة بدونها وأنت واقف، ثم تكبيرة الانتقال في هذا الموضع سنة إن جئت بها وإلا فليست بلازمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك مسجد مخالف لجهة الكعبة بأربعين درجة تقريبا، فما حكم الصلاة في مثل هذا المسجد؟ وين هو فيه؟ ما ذكر شيء. راجع الجهة المسؤولة عن المساجد وتشوف الوضع في هذا المسجد، هذا من شؤون إدارة المساجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يدعو الإنسان على أخيه المسلم في الطريق استدلالا بحديث؟ هل يصح أن يدعو الإنسان على أخيه المسلم في الطريق؟ في الطريق. في الطريق؟ نعم. في الطريق؟ استدلالا بحديث من آذى المؤمنين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. نعم، إذا آذاهم في طرقهم وسدها عليهم أو لوثها عليهم فهو مستحق للدعاء عليه، لأنه ظالم، لأنه ظالم وهو الذي سبب على نفسه دعوة المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نسلم على دعاة البدعة؟ إذا كانت بدعتهم تقتضي الكفر فلا يسلم عليهم، أما إذا كانت بدعتهم دون الكفر فإن كان في هجرهم ردعا، إن كان في هجرهم ردع لهم يهجرهم، إذا لم يكن فيه ردع لهم فيسلم عليهم وينهاهم عن البدعة ويبين لهم. نعم.